الى الشارع المصري او الى القوى السياسيه المختلفه. طبعا في انا اختلف طبعا في ان سياسه الحوار لغايه دلوقتي مفتقده، ثقافه الحوار في الشعب مش موجوده لغايه دلوقتي، يعني ان استمع لراي الاخر دي غير موجوده. دائما ما يكون اذا كان هناك حوار فدائما ما تتم مقاطعه هذا الحوار باستمرار، ولا نستمع لانفسنا وكاننا جميعا نغني في صاله مغلقه او جميعا نغني في الحمام فما حدش بيسمع حد. دي مشكله يعني موجوده، لان احنا يمكن حديث عهد بالثقافه او بالسياسه الحواريه او السياسه المجتمعيه، يعني يمكن احنا ظلنا على فتره معينه 30 40 سنه ما فيش طرف وطرف اخر، دائما كان في طرف واحد. دائما كان في طرف واحد. وبالتالي احنا مفتقدين هذا الجانب في الحوار. انا بس كنت عايز اعلق على كلمه اللي قالها استاذ سمير ان الوزراء للاسف هم صور سابقين، فانا مش عارف ازاي ناقشوا قانون زي ده رغم ان هم كانوا فعلا بيتظاهروا، يعني معظم حتى الدكتور حازم بلاوي نفسه يعني في اعتصام 30 يونيو 2011 كان موجود معانا في الخيمه بتاعت الحزب الدكتور حازم بلاوي، وكان معتصم معانا مع من ضمن المعتصمين، فانا مش عارف ازاي هو بيوافق على قانون زي ده. ودي مشكلة، يعني احنا جبنا ما نبتغي من الوزراء وما كنا نرى ان هو سوف يكون امتداد للتيار الثوري ويحقق اهداف الثورة، لكن بخروجه يعني انا شايف ان لغاية دلوقتي للاسف برضو الوزارة لم تعبر عن الثورة بشكل سليم او بشكل صحيح. هناك معايير مفقودة تماما في الوزارة الحالية، هناك معطيات مختلفة، يعني انا لما اجد وزير يقول لك لو لجنة الخمسين دي اصدرت مجلس الشورى انا هقدم استقالتي، انت مش دورك ان انت تناقش حاجه زي كده، انت موجود وزير كوظيفه ليك مهام محدده بالظبط، يعني صحيح. مش دورك ان انت تقول لو لجنه 50، مش دور وزير معين يقول انا لو ما جبتوش حقوقكم انا هنزل اعتصم معاكم. طب انت دورك ايه لما انا جايبك كوزير تحل مشاكل العمال تقول لهم لو تجيب لهم حقوقهم يعني تقول لهم انا هنزل اعتصم معاكم؟ يبقى ايه الفرق بينك وبين العامل العادي او رئيس الشركه اللي هو بيبقى اداه ضد العمال ان هو يعتصم معاهم، او معايير مختلفه، معايير مغلوطه تماما. لابد ان يبقى في مراجعه للنفس من قبل هذه الوزاره، ولابد ان يكون هناك في تحديد للقانون ده، لان في عبارات كثيره مطاطه. هذا القانون ممكن ان يؤول على كذا وجه من الاوجه، يعني زي ما اشار الاخوه اللي عملوا مداخلات الاستاذ محمود او الاستاذ سمير بان دي احد مكتسبات الثوره التعبير عن الراي. فانا ما رجعش الدوله البوليسيه تاني بان انا خلاص انا 10 افراد لو زادوا بيهم 11 انا هقبض على ال 11 ده، او انا هراقبهم لو عملوا حاجه انا في الفجر هكون بقبض عليهم. طبعا ده يعني احنا كده بنعود مره اخرى للدوله البوليسيه وبنمنع حق المصريين في تزاور التعبير السلمي، وكما اشرت لابد ان يكون هناك تحديد لهذا القانون، تمنع نقطه الامطار المحدده، لان انت كده بتمنعني ان انا اتظاهر، يبقى انزل اتظاهر تحت بيتنا بقى، يعني انا ما فيش داعي ان انا انزل اروح ميدان التحرير او الاتحاديه او اقف هنا، مبنى المحافظه ده اثري، مبنى الوزاره ده اثري، مجلس الشورى اثري، يبقى انت منعتني خالص من التظاهر، انت بتوقف الحياه الثوريه تاني مره اخرى، وبنعود الى دوله الشخص الواحد او الفرد الواحد اللي هو بيتحكم في كل معطيات الدوله. طب يعني الحياه الثوريه دي يا استاذ مجدي برضه هل من المنطقي ومن المقبول ان هي تستمر سنوات طويله في وضع زي وضع البلد فيه دلوقتي اقتصاديا ويعني في ناس مهمشه كتير يا استاذ مجدي ما يهمهاش لا مين بيتظاهر ولا مين هيجي رئيس جمهوريه ولا مين، هي عايزه تحصل على قوت يومها بشكل ادمي وبشكل كريم، فدي برضو اكيد هي يعني مستاءة جدا من موضوع التظاهرات والاعتصامات. يعني احنا اللي خلانا 3 سنين قاعدين بنتظاهر واحنا لينا اهداف محدده لم تحدد، اهداف معينه، اهداف الثوره لم تنفذ بعد ولم ينظر اليها بعد، من يمكن الجماعه يعني حزب واحد مشي وجي حزب واحد تاني، يعني ان شاء الله يعني الفتره الانتقاليه دي تنتهي، وانا عارف طبعا وانا لامس وانا مش شارع، انا مش يعني مش مرفه، انا مش شارع المصري، وشايف ان الناس اللي هي العماله غير منتظمه ما بيلاقوش قوت يومهم، ودي حقيقه فعلا وانا شايفها بعينيا، والناس متواجده حواليا يعني هي بصراحه ظروفها بتزداد صعوبه، ظروفها صعبه جدا يعني وبتزداد صعوبه في ظل الاسعار المرتفعه، عشان كده بقول الحكومه يا ريت تطلع بدورها وتنزل تبص الاسعار المرتفعه اللي دلوقتي من اجباريه الاسترشاديه، ومش عارفين حتى الاسترشاديه ما بيعرفوش مش ممكن هيقدر يحدد سعر سلعه مش سلعه،
انا شايف ان حتى لو نزل رئيس الوزراء، انا بكلم مره محافظ الجيزه بكلمه بقول له الباعه جايين، وقال لي اروح فين، ده انا لو كلمت حد هيطلع لي مطوه من الترابيزه تحتيه ويضربنا بيها. يبقى احنا امام ايادي مرتعشه وامام حكومه حتى الان لم تقم بدورها، اللي الناس كانت فاكره ان الحكومه دي هتيجي هتعمل طفره. انت حكومه جايه بعد ثوره، انت حكومه محظوظه، حكومه لديها من الامكانيات ما يمكنها ان تصل بمصر الى مركز. قد يرد صوت من هذه الحكومه يا استاذ مجدي، يعني اسمح لي ان انا امثل الجانب الاخر، قد يرد صوت من الحكومه دي ويقول احنا مش لاقيين فرصه ان احنا نعمل في ظل كل هذه التظاهرات والاعتصامات، وكمان بالذات انه يعني البعض بيرى انه جماعه الاخوان نجحت او استطاعت ان هي تجعل الحكومه والشعب في وضع دائما المنتظر، يعني يا ترى هنعمل ايه الجمعه اللي جايه؟ يعني بقى الشغل الشاغل للحكومه والشعب ليس العمل ولا الانتاج ولا حل مشاكل المواطنين زي ما حضرتك بتقول، هو كل اللي بنفكر فيه ايه اللي هنعمله الجمعه اللي جايه؟ المظاهرات هتكون عامله ازاي؟ يا ترى الاخوان هيعملوا ايه؟ يا ترى الموضوع هيعدي بشكل سلمي ولا لا؟ وده في حد ذاته بحسب بعض المراقبين ده راح لجماعه الاخوان. الفتره دي فكرتني يعني بالفتره بتاعت المجلس العسكري اللي كان بينتظر لغايه يوم الخميس علشان يحبس فلان او يعاقب فلان او يعمل محاكمه لفلان، نفس الحكايه احنا ننتظر الجمعة. وليه ننتظر؟ وليه الانتظار؟ أنا عندي قانون طوارئ وكل يوم والتاني أنا بسمع إن الداخلية قبضت على فلان وفلان وفلان من قيادات الإخوان واللي بيخرب هنا. الحكومة ما تنتظرش، الحكومة لديها مهمة معينة، هذه المهمة مر منها 100 يوم لغاية دلوقتي وما فيش قرار ما تذكر للحكومة لغاية دلوقتي. الناس شايفة أسعار بتزيد، الناس بتنزل تجيب الكيلو مش عارف إيه بسبعة وثمانية جنيه وكيلو إيه، ليه الأسعار الزيادة دي؟ زيادة رهيبة جدا. أنت يعني لما بشوف وزير الاستثمار النهارده بينزل يمر على المجمعات السياسيه ووزير التموين قاعد في مكتبه، يبقى انا قدام معايير مغلوطه. لما عندي وزير للمصالحه الوطنيه، طب فين المصالحه الوطنيه في ظل التظاهرات دي؟ ما تخرج بقانون للمصالحه الوطنيه، يعني مد ايدك للطرف الاخر وهات واقعد معاه وتحاور. يعني حتى الدكتور نفسه الدكتور حازم ببلاوي يعني في يناير اللي فات احنا قلنا ان في 13,000 وظيفه اخوانيه موجودين في الدوله. ما اتصلش بينا ليه وخد مننا 13,000 وظيفه رغم ان احنا رصدناهم؟ ما كلمش حزب النور ليه اللي اشار ان 11,400 وظيفه؟ مفيش تفاهمات، مفيش تفاهم. انا معايا حكومه عايشه في يعني في بقعه منعزله او جزيره منعزله عن الشارع المصري، وده اللي وصلنا للحاله دي ان هم عايزين قانون عشان يمنع التظاهرات، عايزين قانون عشان كذا عشان كذا. ومش هنفاجئ بقانون التظاهرات بس، ان ممكن بعد شهرين ثلاثه تلاقي قانون ثاني لتحجيم المرور في الشوارع، او تلاقي العربيات مثلا ارقام الفرد في يوم والزوج في يوم، ما ده عايزه قانون. يعني في حاجات كتيره في البلد محتاجه قوانين، وده مش وقته ومش اوانه. انا حكومه تسيير اعمال لابد ان انا اوفر للمواطن المصري العيشه الكريمه قبل ما احط له قانون يمنعه ان هو يعبر عن رايه. طب الاصوات المعترضه ديت على قانون التظاهر باي شكل من الاشكال هل يمكن ان تصل الى صانع القرار ربما يعني لاخذها في الاعتبار لمراجعه اصدار مثل هذا القانون؟ طيب يعني هو في جزئيه منها المبادره اللي كان قدمها الدكتور احمد كمال ابو المجد بان هو بيصل بصوره الطرف الاخر لمؤسسه الرئاسه عشان نقعد ونعمل مبادره مصالحه. المبادره دي على فكره تم رفضها طبعا، مرفوضه تماما، احنا رفضناها تماما كمان. لان مفيش حاجه اسمها مصالحه الا بعد ما حاكم الذين اجرموا في حق الوطن وقتلوا مفيش حاجه اسمها مصالحه دلوقتي مع جماعه الاخوان المسلمين. جماعه الاخوان المسلمين خلاص هي جماعه بيت في منعزل، جماعه تم حلها، جماعه بتتعامل بالاساليب الدمويه، جماعه لابد ان توضع على راس المنظمات الارهابيه في العالم، ويتم تفكيك التنظيم قبل ان يكون هناك تحول، يتم محاسبة من يتواجدون في السجون قبل أن يكون هناك تحول. هناك مؤتمر صحفي نعده لرفض هذا القانون سوف يعلن الأسبوع القادم من قبل كل القوى الثورية. هناك أيضا سوف تكون تظاهرة في حالة عدم العلنية عن محاكمة محمد مرسي كما تظاهرنا من قبل يوم 19/11/2011 لعلنية محاكمة محمد مرسي مبارك. هيبقى برضه في تظاهرات علنية وهذا القانون لن يمنعها، هذا القانون لن يمنع الكثير، هذا القانون لن يمنع فرحة المصريين اليوم لو مصر فازت بهدف ان شاء الله بعد ساعات يعني ان شاء الله هتفوز مصر ان شاء الله. طيب يعني اخيرا استاذ مجدي، رؤيتك كده التحليليه السريعه يعني في نقاط موجزه للمشهد السياسي الراهن في مصر، يعني شايفنا على الطريق الصحيح؟ شايف يعني بخلاف طبعا قانون التظاهر او بعض قوانين او بعض اداء غير راضين عنه للحكومه الحاليه، هل مصر الان بتسير على الطريق الصحيح ان شاء الله لبناء دوله ديمقراطيه حديثه مدنيه؟ طيب التمسك بخريطه المستقبل او خريطه الطريق هو اللي هيبعت الصوره للخارج بان احنا ماشيين على الاطار الصحيح. نعم. انا شايف حتى الزيارات الوهميه اللي بيقوموا بها من يسموا بالمبادرات الشعبيه دي ملهاش لازمه.
لكن انا اطلب من بعض الوزراء بعض الاشياء. وزير الموارد المائيه وزير نحن لا. خرجنا على شام انديد ووزارته عشان خاطر سد النهضه. اين انت من سد النهضه؟ وزير التعليم اين انت من التعليم بعد ما تم اعفاء المدارس من المصفوفات والمدارس بدون صيانه وبدون معامل وبدون لمبات اضاءه؟ اين انت من ذلك؟ وزير التموين اين انت من الاسعار التي ترتفع؟ السيد رئيس الوزراء اين انت من الدوله؟ ليس لك وجود يذكر. السيد وزير العداله الانتقاليه والمصالحه الوطنيه لم نراك حتى منذ ان تم حلف اليمين حتى الان. السيد وزير الداخليه مجهود جيد، السيد وزير الدفاع مجهود جيد، السيد وزير السياحه مجهود مبشر وجيد يشكر عليه. السيد وزير الاستثمار ارجو ان تعتني بالاستثمار قبل ان تعتني بالمجامعات السلكيه، لانه هذا ليس بدورك. مصر تسير على المسار الصحيح، نعم. سوف تكون هناك انتخابات برلمانيه، سوف يكون هناك طفره عندما يكون هناك مؤسسات منتخبه، وهذا ما نرتضيه ان شاء الله في الفتره القادمه. الفتره القادمه انا ارى بعد وضع الدستور وبعد ان يكون هناك اتفاق مجتمعي، لان في مكلمه بتدور في لجنه ال50 والبعض غير راضي عنها، لان هو يتحدثوا في الاخر نلاقي ان محاكمات العسكريين المدنيين هذه مرفوضه تماما. ما فيش حاجه اسمها محاكمات عسكريين المدنيين. المدني من حقه ان يكون معه محامي، ومن حقه ان يطعن في هذه الاحكام، ومن حقه الكثير. نعم. المفاهيم المغلوطة نرجو أن يتم تعديلها. نعم. وأن تسير مصر في الركب الصحيح، ده كل رغبتنا. وإحنا زي ما خرجنا 25 يناير هنخرج ضد أي حاجة برضو مغالطة للمفاهيم الثورية. نعم. إحنا في النهاية بنشكر حضرتك جدا الأستاذ مجدي حمدان، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية والقيادي بجبهة الإنقاذ. شكرا جزيلا لك بصراحة. حضرتك طيب. نشكركم مشاهدينا الكرام، ونلقاكم غدا بمشيئة الله في مشهد آخر جديد.